إن شاء الله مظاهرة كبيرة بالصدفة. يا حكام بلادنا 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 يا
عجبني في المغرب ان هي بتسمح بالتظاهر، لان في دول كتير ممنوع فيها التظاهر حتى لاخواتنا في فلسطين، ممنوع التظاهر. هنا المغرب مسموح بالتظاهر لاي حاجه طالما انت مش هتسيب الشغل. فدي حاجه بتعجبني انا بلاحظها في المغرب. مظاهره سلميه، الرجاله مشوا قدام وجيبوا الجزء في الستات، العلم الكبير اهو، الشرطه واقفه من بدري بتامن، مفيش اي مشاكل، كله عبر عن رايه. حتى لو مش هنعمل حاجه بس نحسس اخواتنا ان احنا معاهم. غزه غزه رمز العزه. المظاهره كبيره جدا يا جماعه، والشرطه بتامن ومفيش اي مشاكل الحمد لله. ظهر ورايا لسه، بس شارع محمد الخامس اتقفل. ننزل بقى النهارده كمان سبت، يعني ويكند. يعني غريب ان هم يسمحوا بالتظاهر في يوم الويكند.